السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي في موضوع الواي فاي أو اللي هو الشيرنج للميديم. أول سؤال بيقول لي إن إحنا بنستخدم الـ IEEE 802.11 باند اللي هو بيتراوح ما بين 2.4 جيجا هرتز إلى 2.45 جيجا هرتز. الباند ويتس دوت إحنا مقسمينه لـ 10 شانل متساويين. يا ترى كل شانل تاخد باند ويتس قد إيه؟ علشان نحل المسألة ديت هنروح نحسب الباندويتس الكلي وبعدين نقسمه على 10. الباندويتس اللي موجود عندي بيتراوح ما بين 2.45 جيجا هرتز و 2.4 جيجا هرتز، فاحنا عشان نجيب الباندويتس هنطرح الرقمين دول من بعض، يبقى اذا 2.45 جيجا هرتز ناقص 2.4 جيجا هرتز هتديني 5 جيجا هرتز. للتحويل من الجيجا هرتز للميجا هرتز بنضرب فيه 1000، فمعنى كده انه 5 من اضربها في 1000 هتديني 50 ميجا هرتز. ال 50 ميجا هرتز بتمثل الباندويتس الكلي اللي هيتم تقسيمه ما بين 10 شانل، يعني ال 50 ميجا هرتز هنقسمها على 10 هنلاقي ان الباندويتس الخاص بكل شانل يكون 5 ميجا هرتز. السطر الثاني او الفقره الثانيه بيقول لي ارسم لي جدول بيحدد اللوست والهايست فريكوانسي لكل شانل، يبقى أقل تردد وأكبر تردد لكل تشانل من العشرة تشانل. إحنا عارفين أنه الـ 2.4 جيجا هرتز هتعادل 2400 ميجا هرتز. أنا هحول الأرقام هنا لميجا هرتز. ليه؟ لأن أنا مطلع أن الباندويتس لكل تشانل بيكون 5 ميجا هرتز. ففي حالة التشانل الأولانية الباندويتس بتاعي هيتراوح ما بين 2400 ميجا هرتز ونزود عليه 5، يبقى إذن 2405. التشانل التانية هتكون من 2405 ونزود 5 تديني 2410، التالتة من 2010 لغاية 2415، 2415، 2420 وهكذا. التمرين اللي بعد كده بيقول لي ان انا بستخدم الـ IEEE 802.11 اللي بتشتغل في الفريكوانسي باند اللي هو 2.4 جيجا هرتز، وقسمنا التشانل أو الباندويتس اللي موجود عندي دوت لـ 14 شانل كما هو موضح في الجدول اللي قدامكم. الأرقام اللي موجودة عندي دي بيسموها السنتر فريكوانسي ودوت اللي اسمه شانل اي دي. هو بيقول لي هنا assuming هنفترض إن كل شانل بتاخد 20 ميجا هرتز. أول سؤال what is the band of frequencies؟ أنا عايز الرينج الخاص بالترددات المشغول بواسطة الشانل رقم 3 والشانل رقم 5. هنبدأ في الشانل رقم 3. فين تشانل 3 اللي هي 2.422 جيجا هرتز دوت اللي هو السنتر فريكوانسي. السنتر فريكوانسي هيكون 2.422. طيب انا عندي الباندويتس بتاعي كام؟ عندي الباندويتس بتاعي بيكون 20 ميجا هرتز، يعني معنى كده انه لايجاد اللور فريكوانسي هنطرح من ال 2.422 جيجا هرتز نطرح منها 10 ميجا، ولإيجاد الهاير فريكوانسي هنزود عليها 10 ميجا هرتز. يبقى إذن دلوقت بس في نقطة أن أنا لازم أحول الأرقام الخاصة بالباندويتس من ميجا هرتز لجيجا هرتز أو العكس عشان أوحد شغلي كله. فإحنا عندنا 10 ميجا هرتز هنحولها لجيجا هرتز. وليه 10؟ أنا قلت لحضراتكم دلوقت أن أنا عندي الباندويتس الخاص بكل شانل هيكون 20 ميجا هرتز. ده اللي شانل مثلا المفروض ان المساحه كلها 20 ميجا هرتز. هنا السنتر فريكوانسي في النص، فالمفروض انه هيكون هنا فيه 10 ميجا وهيكون هنا فيه 10 ميجا هرتز. ال 10 ميجا هرتز بتعادل تقريبا 1/100 جيجا هرتز. يبقى المفروض دلوقتي ان السنتر فريكوانسي هيديهوني، لو أنا عايز أجيب الأبر فريكوانسي بزود عليه 1/100 جيجا هرتز أو اللي هي 10 ميجا هرتز، لو أنا عايز أجيب اللور فريكوانسي فأنا بطرح من السنتر فريكوانسي 1/100 جيجا هرتز. نرجع تاني للتمرين بتاعنا. يبقى إذن في حالة التشانل رقم 3 السنتر فريكوانسي كان 2.422 جيجا هرتز. علشان نجيب الأبر فريكوانسي أو آسف اللي هو الهاير فريكوانسي يبقى المفروض ان احنا هنزود عليها 1/100 جيجا هرتز. انا جبت ال 1/100 ازاي؟ قلت لحضراتكم ال 10 ميجا عشان نحولها من ميجا هرتز لجيجا هرتز هنقسم على 1000، يعني معنى كده انه هيبقى 1/100 جيجا هرتز.
يبقى إذا للتحويل من الميجا للجيجا هنقسم على 1000، لو أنا عايز أحول من الجيجا للميجا هنضرب في 1000. نراجع تاني، يبقى إحنا بنتكلم عن السنتر فريكوانسي الخاصة بالشانل رقم 3 كان 2.4 2.2. عشان نجيب الهاير فريكوانسي يبقى المفروض ان احنا بنزود 1 من 100 جيجا هرتز، عشان نجيب اللور فريكوانسي فاحنا بنطرح 1 من 100 جيجا هرتز. يبقى اذا الشانل رقم 3 بتشغل الرينج من الترددات اللي بيتراوح ما بين اللور كان 2412 والابر كان 2432 جيجا هرتز. نكرر نفس الاسلوب في حاله الشانل رقم 5. الشانل رقم 5 السنتر فريكوانسي بتاعها بيتراوح كام؟ بيبقى عند 2.423. هنطرح منه 1 من 100 جيجا هرتز ونزود عليه 1 من 100 جيجا هرتز. هنطرح منه 1 من 100 جيجا هرتز لإيجاد اللور فريكوانسي ونزود عليه 1 من 100 جيجا هرتز لإيجاد الهاير فريكوانسي. يبقى إذا التشانل 5 المفروض إنها بتشمل الترددات بتتراوح بين 2422 و 2442 جيجا هرتز. السؤال الثالث، طبعا الرسمة ديت يا ريت نرسمها في كل تمرين خاص بالواي فاي. ان انا هعمل ايه؟ هاجي راسم رسمة بسيطة خالص اللي تشانل رقم 3 انا عارف انه بيتراوح قيمها ما بين 2412 و 2432، يبقى 2412 2432، واللي تشانل رقم 5 بتتراوح ما بين 2422 وهنا 2442. واضح جدا ان فيه تداخل ما بين القناتين وبعضهم، يبقى الجزء دوت هو جزء مشترك ما بين الاثنين تشانل. يعني لو هنا في جهاز بيستخدم التشانل رقم 3 وفي شبكه بتبث كمان على التشانل رقم 5 هيحصل انترفيرنس ما بين التشانلز وبعضها، وبالتالي بيؤدي وجود فقدان للبيانات. وده السؤال الثاني، فهو بيقول لي هنا what problem، يا ترى ايه المشكله اللي هتحصل arise لو في one wi-fi network بتبعت البيانات الخاصة بيها على التشانل رقم 3 وكان فيه تشانل رقم 5 موجودة. يبقى هنرسم الرسمة دي، وزي ما حضراتكم شايفين احنا اكتشفنا ان فيه منطقة مشتركة ما بين الاثنين، وبالتالي بيكون فيه ترددات موجودة ما بين الاثنين، يعني معنى كده انه هيديني interference وبالتالي هيؤدي لوجود نوع من الايرور. يبقى اذا sum of the frequencies، بعض الترددات المستخدمة بالتشانل رقم 3 برضو مستخدمة في التشانل رقم 5، وده معناه انه التشانل دول هيحصل ما بينهم انترفيرنس ويحدي لوجود نوع من الايرور. التمرين اللي بعده نفس التمرين الاول بالظبط، بس بيلعب فيه وبيغير في حاجات كده هتشوفوها دلوقتي. فهو بيقول ان انا بستخدم الاي تريبل اي 802.11، وكنا بنستخدم الباندويث اللي هو 2.4 جيجا هرتز، وعندنا التشانلز 14 تشانل، وكل تشانل كانت 20 ميجا هرتز. نفس الكلام بالظبط، هات لي السنتر فريكوانسي، هات لي الباندويث الخاص بيه اللي تشانل رقم 7 واللي تشانل رقم 12. اللي تشانل رقم 7 السنتر كان كام؟ 2.42 جيجا هرتز. يبقى احنا كنا بنقول الباندويث بتاعي لكل تشانل كان 20 ميجا، يعني معنى كده ان احنا هنزود 10 ميجا هرتز لايجاد الابر فريكوانسي وننقص 10 ميجا هرتز لايجاد اللور فريكوانسي. طيب ال 10 ميجا هرتز دي تعادل كام؟ تعادل 1 من 100 جيجا هرتز. يبقى إذن بإيجاد الترددات الخاصة بالتشانل رقم 7 إحنا هنزود 1 من 100 جيجا هرتز على السنتر عشان نجيب الأبر فريكوانسي، ونطرح 1 من 100 جيجا هرتز على السنتر عشان نجيب اللور فريكوانسي. فأول خطوة هنا بيقول لي إحنا هنحول ال 10 ميجا هرتز لجيجا هرتز، يعني هنقسم على 1000 فهتديني 1 من 100 جيجا هرتز. التشانل 7 السنتر فريكوانسي 2.442، هنزود عليها 1 من 100 عشان تديني الابر فريكوانسي، ونطرح منها 1 من 100 عشان تديني اللور فريكوانسي. يبقى اذا التشانل رقم 7 بتشغل الترددات اللي بتتراوح ما بين 2432 و 2442، اسف 2452. التشانل رقم 12 نفس الاسلوب بالظبط، السنتر فريكوانسي الخاص بيها هيكون 2.467، نزود 1 من 100 جيجا هرتز وننقص 1 من 100 جيجا هرتز لإيجاد اللور فريكوانسي والأبر فريكوانسي. طيب فهيطلعني إن التشانل رقم 12 هتشغل الترددات اللي بتتراوح ما بين 2.457 جيجا هرتز و 2.447 جيجا هرتز.
نرسم الاثنين تشانل اللي هما مديهم لي، اللي هو تشانل 7 والتشانل 12. تشانل 7 كانت 2432 2452، تشانل 12 2457. من الواضح جدا ان مفيش اي نوع من انواع الانترفيرنس او التداخل ما بين الشبكتين وبعضهم. هنا دي بتنتهي عند 2452 ودي بتبدا عند 2457. معنى كده انه في 5 من 1000 تقريبا ميجا هرتز او 5 من 1000 جيجا هرتز فرق ما بين الاثنين، اللي هي 5 ميجا هرتز تقريبا سيفتي ما بينهم. يبقى هنا بيقول لي سينس نون اوف ذا فريكوانسيز، ولا واحد من الترددات المستخدمة في التشانل رقم 7 مستخدم في التشانل رقم 12، وبالتالي مش هيحصل أي نوع من المشاكل. ليه؟ ولا لأنه في سبيس أو سيفتي ما بين الاثنين.